ننتقل لمحطتنا التالية ولا مساحتنا الطبية لليوم. خصصناها لكل شخص بحب يهتم بحاله وبأسنانه وبيهمه كتير يكون عنده ابتسامة حلوة، غير طبعا بالناحية الصحية تكون طبية. اليوم فرضت التطورات التكنولوجية اللي شهد العالم وجودها بكافة التخصصات والمجالات على وجه الخصوص النواحي الطبية، وبمحطتنا اليوم أكيد خصصناها لحتى نضوي على زاوية مهمة وعم نتذكر فيها وانذكرت بكسرة بهذا الوقت الراهن، وهي التعويضات الفكية. أكيد عفاف، لنحكي عن التعويضات الفكية الوجهية مع الدكتور إبراهيم تركماني، اختصاصي تجميل أسنان وتعويضات وحاليا مدير مكتب نقل التقاني في جامعة البعث. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباح خير سوريا. أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية نحن وقت منقول التعويضات الفكية الوجهية، شو معنى هذا المصطلح؟ يعني وقت شخص بده يروح لعند دكتور كيف بده يعرف أنه أنا لازمني هذا الشيء؟ يعني نبسط المصطلح شوي وقت نقول تعويضات فكية وجهية. هلا بدنا نقول انه نحن التعويضات الفكيه الوجهيه مين تشمل من الناس او من المرضى؟ هن بالاصل يعني كلمه تعويض هو في شيء عندنا مفقود، وبالتالي نحن بنعمل اجراء علاجي وبنعوض عنه بحيث انه يرجع الشكل او الوظيفي اللي كانت عليه قبل الفقد. فالموضوع اذا بيتعلق بشقين، شق داخل الحفرة الفموية وشق خارج الحفرة الفموية. خارج الحفرة الفموية اللي هي الوجه، صحيح. فإذا الموضوع بالنسبة لنا خلينا نشوف إنه نستذكر شو في داخل الحفرة الفموية. فمنشوف إنه في عنا فكين، فك علوي فك سفلي. وممكن يصير الفقد بالعظم الفك العلوي والفك السفلي. وبالتالي يعني إحنا عم نحكي عن حالة تشوه بالوجه، صحيح، كتير كبيرة. النقطة الثانية خارج الحفرة الفموية اللي هي منطقة الوجه بصير فيها فقد، شو الأجزاء اللي موجودة بالوجه؟ فرح نشوف إنه هي العين، هي الأنف، هي الأذن، بالإضافة للمناطق القحفية اللي بالرأس. إذا الموضوع بالنسبة لنا صار في عنا بالاختصاص بنفهمه أي حدا من المرضى تعرض لأسباب الفقد فهو بحاجة لتعويض الفكي الوجهي. ويمكن هيدا الاختصاص اليوم كتير مهم بالوضع الراهن. يعني احنا عم نحكي عن 10 سنوات، أكثر من 10 سنوات من الحرب، في كتير من الناس تعرضوا لأذيات قوية. فلما نحكي عن التعويضات الفكية الوجهية هو اختصاص جدا مهم اليوم. خلينا نحكي عن أهميته. يعني نحن عم نحكي مثل ما قلنا التعويضات في شيء فقط بالوجه، ونحن بنعرف قديش الوجه حساس يعني بالنسبه للشخص. نحن عم نحكي شفنا كثير من الحالات الطبيه فقد بالوجه، ان كان فك ان كان خد، بما يتختص بالوجه. اليوم في عنا دكاتره بنعتز وبنفتخر فيهم، يمكن كمان الخبره والوقت كمان بالحالات اللي شفناها واللي اشتغلوا عليها المستعصيه كانت النتائج فعليا جدا قويه. هلا الموضوع مثل ما ذكرتي حضرتك وتفضلتي، الموضوع يتعلق دائما اتساعه وانتشاره بالعوامل الثانية الخارجية. شو العوامل الثانية مثل ما تفضلتي حضرتك؟ نحن الحرب الضروس اللي الظالمة على سوريا الحبيبة اللي صلع أكثر من 10 سنوات أكيد خلفت مآسي، ونحن بنعرف حالة التفجيرات أو 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 الحوادث هي كتير مهمة وبتعرض ناس. نحن دائما نذكر انه ممكن يصاب بالاطراف العلوية او السفلية، لكن حقيقة نتناسى احيانا الوجه هو العامل الاهم احيانا للشخص انه يكون يعني موجود بشخصيته، باسرته، بمجتمعه، باداء وظائفه تجاه المجتمع. فاذا الموضوع الوجه موضوع مهم، واسبابه هو الحروب بكل اشكالاتها. يعني نحن بنعرف انه حربنا ما انا حرب رصاصه وبس او قنبله وبس، وانما كانت حرب بكل انواع الاسلحه وبكل يلي بتعمل اذيه كثير كبيره للانسان. فاذا الموضوع بالنسبه لنا هذا احد الاسباب. سبب ثاني وهذا اللي هلا نحن عم نتعرض له طبعا هو الموضوع الزلازل حتى. صحيح. فبالزلازل بيتعرضوا الناس لهيك اصابات، صحيح، بمناطق الوجه، وبنشوف نحن كميه من
البشر عندهم أذيات وجهية بالغة الخطورة. صحيح. أنا ما بحكي عن كسور وفقط أو جروح وفقط، لا، أنا عم بحكي على فقد جزء مناطق. صحيح. صحيح. من الوجه مادية. شو معنات مادية؟ يعني في أنسجة راحت ما عاد موجودة. الأنسجة هي سواء ظاهرة بالنسبة لنا مثل الجلد أو العظم، فهذا الكلام يعني نحن في حاجة لإعادة تعويض لهالمنطقة هي اللي انفقدت. إذا الموضوع بالنسبة لنا هدول الجوانب نحن عم نعيشهم، نحن بحاجة حقيقة ماسة من هون الأهمية، أنا بدي أقول، لأنه نكرس هالنوع من المعالجات بشكل جيد وتكون يعني أنا بدي أقول أنه مترافقة مع الأطراف الاصطناعية، لأنه حقيقة نحن منتشر بسوريا وصار في عنا يعني اتساع وخبرة بصنع ومعالجة الأطراف الاصطناعية، لكن حقيقة ما عم ينشمل على موضوع التعويض الوجهي، وهذا شيء مهم جدا يعني بالنسبة لنا. وعم نحكي انه هو شخصية مثل ما تفضلت حضرتك، شخصية الإنسان، يعني احنا اول ما نتعرف على إنسان نتعرف على وجهه، وبالتالي الموضوع هو حياته كلها بوجهه، وبالتالي الامر هالشخصيه هي حضرتك يعني دكتور لك باع طويل اساسا بهذا الاختصاص، تعاملت مع حالات صعبه واستثنائيه، فلهيك نحن عم نركز عليها، خصوصا مثل ما قلت بالحادثه الاخيره الزلزال المدمر كان في للاسف اصابات شديده جدا. ولما نقول عن حاله فقد هون العمليه بتكون خطيره، لكن مع اختصاصات مثل حضرتك ودكاتره بنعتز ونفتخر فيهم، عم يكون التعامل السريع، عم تقدر الناس تسترجع هذا الجزء من وجهها. خلينا نحكي عن هي الجزئيه من طريقه تعاملك مع الحالات الإسعافية المباشرة، ونعرف نحن الحالات الإسعافية هي بتأثر بشكل كبير على استمرار ومعالجة هي الحالة. هو دائما الحالات الإسعافية ما أنا موجودة بالشكل اللي نحن هي الجراحية. صحيح. يعني نحن بشان نكون مقسمين العمل بشكل علمي، الإسعافي هو الجراح الوجه يلي بيقوم بهالعمليات هي بشكل، ولدينا خبرات عالية المستوى بهذا المجال وترفع لهم القبعة. صحيح. حقيقة عنا شباب ويعني رجال علم قادرين على أنه يعالجوا المرضى بشكل كتير كبير وبشكل واسع. هلأ أنا بدي أحكي على تعويض الفك الوجهي، إمتى بيجي؟ ممكن يكون يجي بوقت العمل الجراحي وممكن يكون تالي للعمل الجراحي. صحيح. بعد شفاء النسج واستقراره والتئامه بشكل جيد، ساعتها بيجي دور الطبيب المعوض للفكين والوجه. هذا الكلام يعني انه في عندنا مراحل من العمل المخبريه ومراحل سريريه مهمه جدا، يجب انه يكون في نهيئ الكادر. انا هذا اللي بدي اروح واقوله على الاهميه، نهيئ الكادر من الناس المختصين سواء كانوا أطباء أو مخبريين. حقيقة هذا الجانب كتير مهم، وهلأ حاليا على المستوى العالمي ونحن يعني عم نخطو خطوات بهالاتجاه على موضوع أنه نعمل الديجيتال وتصميم الأجهزة التعويضية بالطريقة التقنيات الحديثة، وبالتالي هي يعني بتعطي سرعة وإنجاز دقيق جدا، الارتيابات فيه جدا ضئيلة، وبالتالي بيعطي يعني النتائج المتميزة الأكثر من نتائج أنه تكون يعني فيها خبرات الأطباء واجتهادهم متكاملة بتكون موضوع يعني ينجز الطبيب العمل بشكل كفاءة أعلى باعتبار أنه استخدم التقنيات الحديثة، البرامج والكمبيوترات والأجهزة اللي بتصنع هيك نوع من التعويضات. بما أنه ذكرنا نحن التقنيات الحديثة، ذكرت حضرتك دكتور اليوم أبرز النقاط يلي توصلت لها هاي التطورات التكنولوجية، لوين توصلنا غير العمل الجراحي؟ هلا وقت اللي بدنا نحكي على موضوع التقنيات بنحكي على التصوير ثلاثي الأبعاد. صحيح. وهذا الشيء متوفر بمجالات مختلفة، وصرنا نحن كثقافة شعبية بنعرف أنه شو معنات أنه نصور ثلاثي الأبعاد. لكن حقيقة بالمجال الطبي بتكون في برامج خاصة، في كاميرات خاصة بتصور منطقة الوجه، بتصور داخل الحفرة الفموية، وبتاخد بدقة شكل النسج يلي موجودة، بعدين بتتعالج ضمن الكمبيوتر ضمن برامج معالج أو معالجة لهالصور هاي،
وبالتالي الطبيب بيحقق من خلال هالعمل هذا شكل القطعة أو الفقد المادي للعضو المصاب سواء عين أو أنف أو أذن أو داخل الحفرة الفموية كفك سفلي أو فك علوي، وبالتالي هالتصميم هذا بيروح لشيء اسمه يا الكات كام يا الطابعة الثلاثية، وبالتالي بيطلع عنا نموذج من التعويض بيمثل تماما الحالة شكل الحالة يلي هو بالأساس خاص بالمريض وبدقة جدا عالية. طبعا الدقة بتختلف حسب البرامج، حسب الأجهزة، وهذا الشيء نحن بنعرفه، وحسب ثقافة وعلم الطبيب المستخدم والمخبري المتعاون معه. إذن الموضوع هو عبارة عن تكاتف بين هالفريق هذا بشكل كتير كبير ومهم لحتى يقدر يصنع شيء دقيق جدا. إذن الارتيابات من أين تجي؟ من العمر اللي موجود فيه الجهاز سواء كمبيوتر أو كاميرا دقتها، بنفس الوقت من خلال خبرة من يستخدم هذه الأجهزة. طيب دكتور، خلينا نحكي من الأورام الشائعة الأورام الفك السفلي، خلينا نحكي عن هي الحالات طريقة التعامل معها. نحن بنعرف لما نقول ورم الناس بتخاف، يعني أنه هيدا الورم قديش رح يأثر على هي المنطقة أو يأكل منها. طريقة التعامل مع هي الأورام من خلال التعويضات الفكية الوجهية كيف بتكون؟ وأكيد حسب شدة الورم هون التعامل بيكون مختلف. هلا نحن وقت حكينا على الاسباب هي الحروب وحكينا الزلازل، هلا بالوقت الحاضر اللي نحن عايشينه، لكن حقيقه في دائما في حوادث السير يلي بنحكيها، في حوادث سقوط عن الاشجار، الالعاب عم تلعب، الاطفال عم تلعب مع بعض بادوات، حوادث طبيعيه اليوميه اللي ممكن تصير لكن تبقى نسبتها ضئيله جدا. نحن حكينا على الحروب والزلازل اللي بتعطينا متسع، يعني بصير في عنا عينة كتير كبيرة من الناس المصابين، لكن بالحالة العادية في ناس، لكن الحمد لله أنه دائما في قلة بالموضوع الإصابات. خلينا نقول أنه الأورام هي أحد الأسباب يلي بتشكل فقد مادي بمنطقة الوجه والفم داخل الحفرة الفموية. وحقيقة نحن أمام الأورام ما عندنا خيار. الخيار الوحيد يلي بيقدر يساوي الجراح انه يستأصل. استئصال فورا، صحيح. وين العمل المكمل للطبيب المعوض الفك الوجهي؟ وقت مثلا خليني اضرب مثال بفك علوي، الموضوع طبيب الجراح بيستأصل كامل الفك العلوي. استئصال كامل الفك العلوي هو يعني موضوع انه انسان خرج عن الطعام الطبيعي، شكل وجهه تغير تماما، وبالتالي بصير بالتعاون مع الطبيب التعويضات الفكية الوجهية بياخذوا الإجراءات من البداية. يعني الفريق وقت بيشتغل بيكون مأجري كل الخطة والتشخيص، وبيجوا على موضوع أول شيء ببلش الطبيب التعويضات الفكية الوجهية بياخذ إجراءاته بالطبعات وبهير الجهاز قبل ما يبلشوا العمل الجراحي. وبغرفة العمليات حقيقة بيدخل الطبيب التعويضات مع الجراح الوجهية وبصير استئصال الورم وبيتركب جهاز خلال فترة العملية وبيتثبت. فهي الإجراءات يلي بتصير أحيانا بالتعاون بموضوع الأورام، هي حقيقة تعمل إلى كتير حسنات. هاي الطريقة إنه بتسرع التئام النسج، تعطي توجيه بشفاء النسج لأنه تتندب مختلفة، صحيح، تتندب بشكل جيد بتتناسب مع حالة التعويضية المستقبلية، وبنفس الوقت بتريح المريض إنه يأكل ويشرب بعد العمل الجراحي بشكل أسهل بكتير ما يكون بدون يعني أي تعويض. فإذا الموضوع بالنسبة لنا في تكاتف، في تلاؤم بين الجراح والمعوض بهيك حالات. وحقيقة الأورام بشكل حالة تحدي كتير كبير، لكن أنا بدي أقول أنه مهما كان حجم الورم الطبيب المعوض
بيقدر يعوض عنه بشكل إيجابي وبشكل جيد، وبنعطي حالة إيجابية بالنسبة للمرضى. وبالتالي هذا الموضوع ممكن يكون حجم كتير صغير، وممكن يكون استئصال لكامل الفك العلوي. وبكل الأحوال يعني هاي الاستئصالات هي ممكن علاجها وبمنتهى البساطة. وعفوا نحن عندنا يعني كوادر، أنا بدي أطمئن من خلال شاشتكم الكريمة أخوتنا المواطنين إنه الكوادر اللي عندنا إياها مهيئة بشكل علمي عالي المستوى. أكيد نفتخر بكل الكوادر، كوادرنا الوطنية طبية عالية المستوى، وعم بيقدموا عم بيقدموا بالواقع أقصى الإمكانيات برغم يعني الظروف. أحيانا بيقدموا إمكانيات حقيقة علمية عالية المستوى وباجتهاد عالي المستوى، وتضاهي الدكاترة العالميين. يعني اليوم أساسا كل الدكاترة العالميين خارج البلد بتلاقيهم سوريين. يعني احنا بنعتز ونفتخر بكل الاختصاصات اللي عندنا، ومثل ما قلت في كوادر يعني طبيه للاسف ضمن الظروف القاسيه والحصار الاقتصادي بنعرف قديش بياثر على التقنيات، وكيف فيني انا اجيب تقنيات حديثه، ومع ذلك عم يعطوا كل خبرتهم اليوم. يعني حق لسوريا ان تشمخ بابنائها حقيقه جميعا، وبالاطباء يعني هن قطاع من هالقطاعات يلي يعني مجتهد و مصيب باجتهاده لنتائج إيجابية عالية المستوى سواء داخل القطر أو بأي منطقة من العالم. وهذا عبر التاريخ يعني أطبائنا يلي بيسافروا هني ما بيسافروا ليتركوا البلد، لا على الأطلاق. أنا من خلال هون بقول رسالة مهمة جدا، هني بيروحوا ليتزودوا باختصاصات مهمة، والغالبية العظمى بيرجع ليمارس بأرض الوطن بخبرته بيقدمها حقيقة. ونشوف يعني الكوادرنا منتشرة طبعاً ما شاء الله بكل المشافي بكل العيادات، فنحن ما نحن خيفانين على كوادرنا. بالعكس نحن عندنا مدارس يعني بكليات الطبية ترفع لها القبعة بالمستوى العلمي الرفيع. خلينا نتذكر دكتور، نذكر الأسباب الوراثية للورم أو الانشقاق الفك. خليني أقول وقت اللي بقول يعني سبب وراثي، خليني روح أقول إنه في عندي مشاكل بتصير عند هالطفل هذا. خليني أقول إنه يعني الناس في عندها فرضا من الأشياء الولادية. أنا عم يعني ما بدي أروح على موضوع الوراثي لأنه شوي حساس أمام الكاميرا. طريقة المعالجة بتكون أصعب والأخطر ولا نفس طريقة المعالجة؟ هي الموضوع في تقنيات كثيرة، في أساليب كثيرة، وكل حالة يعني يجب أن يكون الطبيب ملم فيها لحتى يقدر يعطي الحل الأمثل للمريض. هلا وقت اللي بنحكي على موضوع انه الحالات الولاديه، فانا بروح خلينا نحكي بالشكل البسيط اللي هو وراح يكون منتشر شوي، هو موضوع الانشقاق قبه الحنك والشفه، وهذا شيء بيسموه شفه الارنب اللي اكثر هي اكثر شيوعا عند الولادات. صحيح بالضبط. فهي الموضوع نحن في خبره فيها، يعني اطبائنا في عندهم خبره كبيره ب موضوع انشقاقات قبة الحنك والشفي، باعتبار انه هني بيمارسوا هذا الامر عبر اجيال واجيال. يعني الموضوع موجود ويمارس يعني معالجته بشكل كتير كويس. الموضوع بس انا بدي احكي منين بتيجي هاي القصة وكتير مهمة. انا بتمنى يعني من الامهات ما ياخذوا اي دواء على الاطلاق الا من خلال استشارة طبيب يعني عالي المستوى، لأنه حقيقة وشفنا مشاهدات أنه من خلال حبي أو حبتين من دواء بشكل خاطئ شفنا صبايا حرام يعني عندهم انشقاقات بشفة وقبة الحنك، وتعرضوا لمعالجات طويلة لحتى قدروا يعني يترمم الشكل عنده بشكل جيد. المرأة الحامل يجب ما تاخذ اي طبعا يعني هذا ابدا مهما كان الا باستشاره الطبيب. يعني هذا الموضوع يجب ان يكون باستشاره طبيه، وما يعني ما نستهتر بالموضوع الدوائي على الاطلاق. يعني خلال فتره الحمل كارثه من الكوارث اللي بخليها تحمل الجنين يعني مأساة بحياته، انه يخضع لعمليات جراحيه مبكره لحتى يتماثل للشفاء. فهذا الموضوع يعني بالموضوع الولادي انا بشوفه جدا حساس. المواضيع الثانيه اللي هي مجهوله السبب يعني الموضوع،
هلا الورم بينشا بعدين مو عند الطفل يعني بدايه لا ممكن يكون عند الاطفال. في اطفال عندهم اورام نحن بنشوفهم انه في حالات من الاورام منتشره من الصفر لحتى الوفاه. فاذا الموضوع الورمي ونحن وين يعني المشكله وقت بصير الورمي الحاله النفسيه عند الانسان طبعا. فنحن لازم يعني نعود نفسنا انه نرفع الطاقات الايجابيه. صحيح. اثنين حاله التلوث وهي بالهواء او بالماء او بالتربه او كذا. فالموضوع هذا بده يتحرى انه الواحد دائما يرفع الحاله الايجابيه عنده لحتى يخفف من الاصابات. وهذا منطق الحياه او منطق الحروب او منطق الضغط انه يصير الواحد بحاله مرضيه ما انا بالحاله العاديه نحن. وبالتالي هي الظروف في حاله تحدي. نحن يعني بالكوادر الطبيه بينبروا لهيك مواضيع حتى من الحاله النفسيه. تشوفوا حضراتكم تستقبلوا يعني حتى اخصائيين نفسيين الاعلام وبالمشافي وفي يعني تركيز على الموضوع والبعد النفسي بشكل كثير كبير لحتى نرفع من سويه المناعه عند الاشخاص. ودائما يعني يبثوا الطاقه الايجابيه اللي هي بترفع هي نقطه من حاله الشفاء يعني نحن يلي عنا اياها انه يكون الواحد مانو خايف ويكون امن ويكون شاعر بالاطمئنان والقوه. فهي تعطينا يعني جيل عنده حاله مناعه عاليه المستوى. وهذا المطلوب حقيقه انه نحن نكرس هاي الطاقه الايجابيه. خلينا نحكي معك معنا وقت سريعا طريقه التعامل مع مثل ما قلنا اذا معروفه بالحاله العاميه هي شفه الارنب هي الحالات الاكثر شيوعا عند حديثي الولاده. حسب بتختلف هي اساسا طريقه المعالجه كيف تكون المعالجه بتحتاج لوقت طويل حسب الحاله. هلا الموضوع كالتالي يعني التحدي الاول للام والاب الاسره يلي بيولد عندهم طفل بيطلعوا بوجهه بلاقوا في انشقاق بقبة الحنك. هذا حزن كبير انه في عنده مشكلة صحيح. فكيف بدهم يطعموه؟ فهي صحيح. مشكلة كانت كتير كبيرة بإرضاع هيك طفل وبده خبرات. حقيقة أنا بدي أعرج على إذا بتسمحوا لي على هالنقطة. أنا ابتكرت طريقة عرضتها بالولايات المتحدة الأمريكية بمؤتمر بفلوريدا عن سدادي مؤقتي للرضيع حديثي الولادة. هالطريقة هي بتمكن أي طبيب أسنان أنه يعالج فيها أي طفل وين من كان لأنه هيك معالجات بدها مراكز مهمة بدها أطباء مهمين اختصاصيين لحتى يتم العلاج. فبالطريقة اللي حكينا عنها أنه هي ممكن لأي طبيب أسنان يعني بتدريبه يقدر يصنع هيك السدادي. ومن اللحظات الأولى عفوا فينه بأسهل الطرق أنه يصير إرضاع للطفل. فالموضوع شائك يعني موضوع هذا كتير هام موضوع السدادات. وبالتالي يعني بشكل التغذية هي العامل المهم بالموضوع. بيجي بعدين بعد فترة من الزمن وهي الجراحين بيكونوا عم يعملوا عدة عمليات جراحية بصير في عنا موضوع انه الشق بطريقة يعني او السد بالطريقة الجراحية. تبقى موضوع لفظ الأحرف هي المشكلة فيما بعد بالمستقبل بيبقى العامل العلم يلي بصير على الشفة واضح. وهذا طبعا هلا بالخبرات الطبيه عم تجميليا عم يكون في اغلاق له بشكل جيد. بيبقى في عنا لازم ما يعني ما نبخسهم حقهم الناس يلي بدربوا اللغويات اختصاصيين بالنطق. يعني هدول الناس بيكونوا مع هيك عينه من الاطفال مهمين جدا لحتى يصير في مخارج احرف جيدة. يعني اختصاصيين نطق ولغه وكلام بالضبط. اليوم عم نشوفهم منتشرين وموجودين على الارض بشكل كتير كبير. نحن وقتنا خلص معك دكتور. نتشكرك بالختام على وجودك معنا وعم نحكي عن يعني تقنيات طبيه حديثه وخبرات سوريه اكيد بنعتز وبنفتخر فيها. شكرا كثير لك. شكرا لك واهلا وسهلا فيك. شكرا.